الآن بعد أن أنهينا دوائر البايسينج للترانزستور ومن نوع الربط الموجود ووجود المصادر والمقاومات كانت معلومة، ممكن نستخرج منها التيارات وفولتيات الانحياز في الترانزستور أو أي تيار أو أي جهد في أي نقطة بالترانزستور ومكوناته. الآن بالنسبة للديزاين أوبريشن، الديزاين أوبريشن هي كيف تصمم الترانزستور بحيث يعمل بصورة صحيحة في منطقة العمل، ويقصد بالديزاين أي إيجاد قيم المصدر والمقاومات. هنا الحالة عكسية، سابقا كان يعطيك المصدر وقيم المقاومات لاستخراج التيارات الفولتيات، الآن الحالة بالعكس، أنت تريد تستخرج قيمة المصدر وقيمة المقاومات. فمثلا هذه بالنسبة لهاي الدائرة، هذا من نوع فيكس بايس أو بيس بايس، المقاومة آر بي مجهولة، المقاومة آر سي مجهولة، وعدي خصائص لهذا الترانزستور بحيث أن الآي بي كيو مبين وعندي اللود لاين، فيريد من عندك الفي سي سي. هذا جدا بسيط الحل مالته، الفي سي سي هنا نقطة التقاطع اللود لاين مع الفي سي هي تمثل الفي سي سي، هاي هي العشرين فولت هي الفي سي سي، فممكن نجيبه ونخليه هنا. أما النقطة الثانية فهي الآي سي ماكس أو يساوي تقريبا الآي سي ساتوريشن، والآي سي ماكس في الحقيقة في سي سي على الآر سي زائدا آر إي، الآر إي هنا ما موجودة عندي فهي يساوي تقريبا في سي سي على الآر سي، فإذا ممكن نقول الآي سي ماكس اللي هو 8 يساوي في سي سي على الآر سي، ونعوض عنها لاستخراج قيمة الآر سي. فالآي سي عندما قيمة الفي سي يساوي صفر في حالة التشبع فيساوي الفي سي سي على الار سي، يعني النقطة الموجودة هنا هي عند نقطة التشبع، عندما الفي سي يساوي صفر فإن التيار يساوي الفي سي سي على الار سي ات ساتوريشن، يعني عندما الفي سي يساوي صفر يقصد به عند التشبع. وممكن من هذه المعادلة نستخرج الار سي يساوي الفي سي سي على الاي سي، والفي سي سي اللي استخرجناه قبل شوية 20 فولت على 8 ملي ويطلع 2.5 كيلو اوم. زين، بقى عندنا الان استخراج قيمة المقاومة ار بي. الار بي طبعا تقع ضمن لوب الدخل، ممكن نطبق على هذا اللوب بسهولة، نقول انه الفي سي سي ناقصا اي بي ار بي ناقص في بي يساوي صفر. المجهول هنا عندي فقط الار بي لان الاي بي معلوم، الاي بي كيو هي من نقطة التقاطع عند نقطة الكيو بوينت هي 40 مايكرو، هذا هو التيار الاي بي كيو. فاذا المعادلة في سي سي ناقصا اي بي ار بي ناقصا في بي يساوي صفر، المجهول الوحيد هو ار بي ممكن استخراجه من هذه المعادله. ممكن نقول اي بي يساوي ان في سي سي ناقص في بي على اي بي، العفو اي بي يساوي في سي سي ناقص في بي على اي بي، او ان ممكن اعاد ترتيبه بحيث تكون ار بي يساوي في سي سي ناقص في بي على الاي بي. الاي بي من الشكل 40 مايكرو، الفي بي 0.7 اونز، ما نستخرج قيمه المقاومه الار بي. لحد الان الحل انتهى، ولكن نشوف عمليه الديزاين هنا، هذا هو المطلوب من الطالب لحد الآن. لكن لو لاحظ قيمة المقاومة هنا 2.5 كيلو وقيمة الار بي 482.5، هذه ليست قيم عملية، هذه ليست قيم ستاندر، ما موجودة بالأسواق. 2.5 موجودة، لو تروح للسوق ما تلاقي 2.5 مثلا، تلاقي 2.4 بالعشرة كيلو أوم. ال 482 ماكو هيك مقاومة، ممكن تلاقي 470. فالطالب لغاية هذه المرحلة ما مطلوب من عنده، لأنه ما عنده علم ما موجود في الأسواق. احنا هنا دا نتكلم بشكل براكتيكالي، فلغاية هنا هو بالنسبة للحل صحيح. لكن لو أكمل الطالب وقال أكمل الحل وقال 2.4 و 470 كيلو أم، لازم نرجع مرة ثانية نحسب الآي بي الجديدة وفق المعادلة آي بي يساوي في سي سي ناقص في بي على الآر بي. فنعوض عن الار بي بالقيمة الجديدة اللي هي 470 واستخرج الاي بي الجديدة اللي هي 41 بوينت. شوف التغيير تقريبا 5% عن القيمة السابقة. بالنسبة للمثال 20 ايضا مطيق هنا المثال، مطيق قيم تيار الكولكتر عند نقطة الكيو بوينت وفولتية الفي سي اي، فولتية الكولكتر ايميتر عند نقطة الكيو بوينت، هاي سابقا هو يريدها من عندنا، الان هو دا يعطينا اياها من اجل نحسب R1 و RC.
R1 وRC. لاحظ الترانزستور هنا هذا، هذا من نوع ربط فولتج ديفايدر بايسنج، فالمطلوب مطيك IC و VCE. قيمة التيار الكولكتر 2 ملي أمبير، وقيمة VCEQ 10 فولت، والمطلوب استخراج هاي باللون الأزرق اللي هو R1 والRC. أولا بما أنه تيار IC مطيكية هو نفس IE، IC معطات هو نفس IE، أنقل التيار هنا لأن قيمة المقاومة RE معلومة، وبالتالي VE يساوينا IERE أو ICRE، فنطلع الفولتية هنا نطلع 2.4. لما طلعت هاي الفولتية رأسا نضيف لها فولتية 0.7 فولت الـ VBE تطلع فولتية الـ VB، انتقل من الـ E إلى الـ B. عادة إذا عرفنا الـ B نقدر نطرح منه 0.7 نطلع الـ VE، وإذا عرفنا الـ VE نضيف لها 0.7 تطلع الـ VB. فحسب قانون فرق الجهد بين النقطتين نقول VBE يساوي VB ناقصا VE، إذن VE يساوينا VB زائدا VB، العفو VB يساوينا VE زائدا VBE. بعد إضافة 0.7 إلى يطلع الفولتية 3.1. الآن ممكن الآن نطبق النظرية ثيفنين أو الطريقة التقريبية. أولا لازم نقارن هل أن المقاومة R2 مقارنة بمقاومة الدخل، ومقاومة الدخل اللي هي البيتا ار اي، البيتا ار اي طبعا هنا البيتا ار اي ومقاومة شوف البيتا ما معطي قيمتها، الار اي معطات بس البيتا ما معطات، فاذا بما ان ما معطيك اياها فما تقدر انت تستخدم طريقة الاكزاكت، وانما نفرض رأسا على بروكسيميت. ليش؟ لو كانت البيتا موجودة لقلنا بيتا في ار اي ونقارنها بال 18 فما موجودة، فاحنا رأسا نتوجه للابروكسيميت، نقول ذولا المقاومة R1 مع R2 اللي هي 18 على التوالي تماما، والتيار الاي بي يمكن اهماله بالمقارنة، وان هذه المقاومة عالية جدا او العفو مقاومة الدخل اللي هي البيتا ار اي اكبر بكثير. نفترض بان البيتا ار اي اللي هي مقاومة الدخل المنظورة من بيس الترانزستور الى الداخل هي اكبر من 10 اضعاف R2، وعلى هالأساس نستخدم نظرية التقريب اللي تقول ان جهد النقطة VB على طرفين مقاومة R2 تساوي فولتية المصدر الكلية في المقاومة R2 على مجموع المقاومتين R1 زائد R2. هاي طريقة الفولتج ديفايدر رول طبقتها بشكل مباشر، VB يساوي VCC في R2 على R1 زائد R2، ولكن الـ VB هسه طلعناها 3.1، المجهول عندي فقط شنو الـ R1، طلع يصير عندي معادلة 18 كيلو أم هو R2 في 18 فولت على R1 زائد 18 كيلو يساوي 3.1. من هاي المعادلة نعيد ترتيبها وسط الطرفين لاستخراج قيمة الـ R1، لاستخراج قيمة الـ R1. الآن لاستخراج قيمة المطلب الآخر هو الـ RC، فراح نتجه إلى جهة الخرج الـ RC، نحتاج إلى الفولتية VC، نحتاج الى الفولتية VC اللي هي بين الكولكتر والجراوند، وفولتية VC لو طبقناها على اللوب الخارجي 18 ناقصا ICRC ناقصا VC يساوي صفر، يعني VC يساوي VCC ناقصا ICRC، VCC ناقصا ICRC. هاي المعادلة نقدر نطلع من عندها RC، اذا نحتاج الى VC لان IC معلوم معطات بالسؤال، نقول VC يساوي VCC ناقصا ICRC، الIC معلوم والRC مجهول، بقى VC مجهولة، VC مجهولة. كيف نستخرج VC؟ VC لو نطبق لوب هذا على هذا اللوب ممكن نقول VC بينها وبين نقطة VC من الجراوند إلى C هي موجب، فVC ناقص VCE ناقصا IE أو IC RE يساوي صفر. VC ناقصا VC ناقصا VCE ناقصا ICRE يساوي صفر. نطبق هذا اللوب فقط على الكولكتر، فقط على فولتية VC. طبعا VC عندي موجودة معطات في السؤال، أما VE أيضا طلعناها قبل شوي، طلعنا قيمتها VE، فإذا VC موجودة والVE طلعناها 2.4 والVCE معطات قيمتها 10، ف 2.4 فولتية VC 10، فولتية VE 2.4 تنضاف وتصير
12.4 هي البي سي. الآن نرجع على المعادلة الأولية بعد ما استخرجنا فولتية الفي سي اللي 12.4 نطرحها من 18، لأن 18 يساوي لنا اي سي ار سي زائد الفي سي اي، العفو اي سي ار سي زائد الفي سي. إذا الفي سي أو الاي سي ار سي يساوي لنا في سي سي ناقصا في سي. نعيدها مرة ثانية، في سي سي ناقصا اي سي ار سي ناقصا في سي صفر. إذا الاي سي ار سي يساوي في سي سي ناقصا في سي. في سي سي يعني هذا الجهد الكلي ناقصا جهد هاي النقطة، جهد النقطة هاي اللي هي في سي سي ناقص جهد هاي النقطة الفي سي يساوي لنا اي سي ار سي. فيطلع الاي سي يساوي لنا في سي سي ناقصا في سي. لما نقسمها على الاي سي يطلع قيمة الار سي، يطلع قيمة الار سي ويطلع قيمتها 2.8. فالار 1 قيمتها 86.52 قربناها ل 82، وقيمة المقاومة الثانية 2 ار 1 82 و91، وهذا الموجود بالنسبة للسئل. وبالنسبة للمقاومة الثانية يعني ممكن الار 1 نحورها 86.52 ممكن نحورها الى 82 وممكن نحورها الى 91، هاي الستاندرد الموجودة بالاسواق. او نعوف الارقام كما هي، وهذا مطلوب من الطالب بدون زيادة او نقصان، من ما مطلوب من الطالب ان يعرف القيم العملية الموجودة في الاسواق. المثال 21، هذا المثال هذه الدائرة، لاحظ هاي الدائرة اللي هي ايضا فيكس بايس، مطيك معلومات بالدائرة ان تيار التشبع 8 الكولكتر اي سي ساتوريشن، ويساوي تقريبا اقصى تيار واللي هو 8 ملي امبير، ومطيك جهد النقطة في سي 18، ومطيك البيتا 110، وحدد المقاومات يعني احسب قيمة. هو هذا الديزاين حساب قيم مقاومات ار سي وار اي وار بي في الدائرة التالية، في الدائرة التالية. ايضا يقول لك ان الاي سي عند نقطة الكيو بوينت هو نصف تيار التشبع، نصف تيار التشبع يعني نصف الاي سي بالحقيقة نصف تيار التشبع. زين فتيار الاي سي هو نصف التيار التشبع، تيار التشبع 8 في نصف راح يصير 4 ملي امبير. عندي المقاومة ار سي هي فرق الجهد على طرفيها مقسوم على تيارها، التيار مالته 4 بقى فرق الجهد على طرفيها، الجهد العلوي هو 28 والجهد السفلي النقطة 18، فلو نطرح 18 ناقصا 28 ناقص 18 يطلع فرق الجهد في فولتي على الار سي، ففرق الجهد على طرفي المقاومة ار سي هو جهد هاي النقطة ناقص جهد هاي النقطة، وجهد هاي النقطة هو الفي سي سي، وجهد هاي النقطة هو الفي سي، فيصير 28 ناقص 18 نقسمها على التيار الكولكتر عند نقطة الكيو بوينت الى 4 ملي امبير يطلع المقاومة الار سي بسهولة. زين وايضا عندي تيار التشبع الاي سي ماكس او اي سي ساتوريشن يساوي لنا قانون في سي سي على الار سي زائد ار اي، في سي سي على الار سي لان استخرجنا الار سي نتوجه للار اي، في سي سي على ار سي زائد ار اي. اذا وسطين طرفين نقول ار سي زائد ار اي يساوي لنا في سي سي على الاي سي ساتوريشن. الساتوريشن عندي التيار قيمته 8 ملي امبير من السؤال، والفي سي سي 28 من السؤال، ويطلع 3.5 مجموع المقاومتين ار سي وار اي 3.5. اذا طلعنا الار سي سابقا ممكن نطرح من المجموع نطلع الار اي يساوي لنا المجموع ناقصا ار سي ويساوي 1 كيلو، ويساوي 1 كيلو. الان ننتقل ار بي من خلال الانتقال بالتيار، فانا عندي التيار الكولكتر الموجود هو 4 ملي امبير، نقسمه على بيت اللي هو 110 يطلع 36.36 مايكرو امبير، هو تيار البيس. تيار البيس راح نستفاد من عنده حتى نطلع المقاومة، فرق الجهد على هذه المقاومة كيف نطلع فرق الجهد على هذه المقاومة يساوي فرق الجهد، ممكن نطبق هذا اللوب، ممكن نطبق هذا اللوب، فنقول ان الفولتية الفي سي سي ناقصا اي بي ار بي ناقص في بي اي ناقصا اي اي ار اي يساوي صفر. ممكن نطبق هذا اللوب، نقول الاي ونرتب المعادلة، نقول الاي بي كيو
يساوي في سي سي ناقص في بي اي على الار بي زائدا بيتا زائد واحد من الار اي او بيتا ار اي. هذا تطبيق كيرشوف فولتج لو على مدخل الدائرة. زين احنا شو نريد من الدائرة؟ من هذا نريد قيمة المقاومة الار بي، نضرب طرفين وسطين وننظم المعادلة حتى نطلع قيمة الار بي. ننظم المعادلة فصير عندي في سي سي ناقص في بي على اي بي كيو، ينقل هذا للطرف الثاني فيصير سالب ونعوض فتطلع قيمة الار بي. اذا ممكن هنا أنا القيم اللي طلعتها اولا الار سي قيمتها 2.5 وهي ما موجودة بالاسواق فنعوض عنها 2.4، والمقاومة الثانية 1 كيلو نعوض عنها ب 1 كيلو، والمقاومة الثالثة 639 هاي ما موجودة اكو موجودة 620 كيلو اوم. طبعا اكو طريقة ثانية للحل وهي هم طريقة سهلة ولكن اسهل من الطريقة السابقة، ان نقول المقاومة ار بي كيف نستخرجها؟ هي فرق الجهد على الار بي مقسوم على الاي بي، مقسوم على فرق الجهد مقسوم على الاي بي. وفرق الجهد الاي بي موجود، طلعنا قبل قليل الاي بي، طلعنا قيمة الاي بي اللي هو 36.36 مايكرو. فلما نقسم فرق الجهد على قيمة التيار طلع المقاومة. زين فرق الجهد هذا شلون نطلعه؟ يساوي جهد النقطة العلوية اللي هي 28 ناقص جهد النقطة السفلية اللي هي الفي بي، والفي بي هنا الفي بي شلون نطلعها؟ تساوي لنا الفي بي اي زائد الاي اي ار اي. الفي بي يساوي الفي بي اي زائد الاي اي ار اي، والاي اي موجود طلعناه قبل قليل هو 4 ملي امبير يساوي تقريبا الاي سي. ف 4 ملي امبير في الار اي اللي طلعناها استخرجناها الار اي واللي هي 1 كيلو، ف 4 ملي امبير في 1 كيلو نضيف له 0.7 تطلع الفي بي. في بي نطرح الفي بي من الفي سي سي تطلع فرق الجهد على طرفي المقاومة ار بي، نقسم على تيار الار بي اللي هو 45 مايكرو بوينت سمثينج يطلع قيمة المقاومة ار بي. هاي طريقة ثانية للحل واعتقد هي اسهل من الطريقة السابقة.